هو اصلا ما فتحش يعني مفتح. المنصه اللي بجيب من عليها الباسورد والاكواد مش راضيه تفتح خالص، ما فتحش خالص. طب وده دي المشكله في ايه بقى؟ المشكله في النت وفي النت وفي ان الضغط كبير قوي على السيستم. يعني ما فتحش لكل ولا في ناس مثلا فتح لهم؟ اللي فتح معاهم فتحوا هوت سبوت من الموبايل او كده، من الموبايل بس. انما التابلت ما فتحش. في فتح طب يعني انتوا ايه رايكم؟ قولي لي انت اللي دخلتي من القليلين اللي دخلوا. عملتي ايه؟ الاسئله كان اخبارها ايه؟ ما فيش اسئله اصلا. اسئله مش بيقولوا اسئله ذكاء او كده يعني؟ لا انا مش ظاهر لي اسئله. مش ظاهر لك اسئله؟ لا. يعني دخلتي المنصه وما لقيتيش الامتحان؟ بس انت بتضحكي يبقى شكلك حليتي. ما دخلتش الامتحان اصلا خالص. ليه بقى؟ ما عادي يعني ما كانش حد بيدخل كتير، ده اولا كمان شكلي يا جماعه سيستم وما فيش كتير دخل يعني. الامتحان كان اخباره ايه؟ ما دخلناش. ليه؟ ما حصلش حاجه لنا، حد قال لنا ندخل ولا اي حد. يعني قعدتوا من 10 لحد دلوقتي منتظرين؟ طب في مكانه ما اتحركش. منتظرين النت ولا منتظرين ايه؟ ما حدش دخل قال اي حاجه، لا قال لنا افتحوا ولا لنا اعملوا اي حاجه، ما حدش قال لنا اي حاجه. تعليقك ايه بقى؟ كفايه.